سلام تلمون، شرط تكونوا قاعه. اليوم جيت تكون بهذا الفيديو باش نوريكم كيفاش درت الخضره تاع الدجاج يجوا من برا مقرمشين ومن الداخل بفورماج ما شاء الله. نحكمت البطاطا تاعي، غليتها مع شويه ملح وبعديها كرزيتها. هنايا حكمت الخضره تاعي، ديجا كنت منقيتهم، درت المقله تاعي شويه تحمى مع شويه زيت وبخليتهم ينقليو. ابخي نقلبهم، نقلبهم على الدجاج زوجه. ابخي درت شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه كركم، ودرت شويه ماء. وبعد درت شويه زعتر وورقه الغار ونغطيهم نخليهم حتى يطيبوا. هنايا طابوا صيبوا، قطعتهم من هذاك الماء وبديت نقلعهم من العظم. يصير العظم هذاك غادي نستحقوه ابخي. هنا حكمت البطاطا تاعي، زدت عليها هذاك اللحم، درت شويه ملح، شويه فلفل اسود، زدت شويه مايس درا ايا، وزدت هنايا فرماج. نتوما ديروا لكم حاجه هناك اللي يحب يزيد لا شابليون الداخل، انا ما حبيتش نزيد لا شابليون الداخل. فوالا نخلطوا كل شيء في رحبه. ابخي فوالا نديروا على شكل دوائر ونديروا هذا الشكل، ومن بعد نديروا العظام الداخل فيهم. اي فوالا ابخي نديروها في لا فارين، ومن بعديها في البيض، ومن بعد في لا شابليون. ما تنساوش تعجبكم الفيديو وتدعمونا بلي لايك. ابخينا كنت درت زيت تاعي حما، غير حما الزيت نديرو فيهم هادوك الخضره يطيبو. فوالا انا نقولكم على بروشان، تهلاو في روحكم. ما تنساوش تعجبكم الفيديو وديروا جيم، ابونيفو، بارطاج فيديو ماكسيموم. تهلاو في روحكم، باي.